السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من خريطة كنوبس إذن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بكنوبس وموقعه وكذلك التعويضات والوقت الذي تستغرقه الملفات وغيرها من المعلومات حول كنوبس إذا أول شيء سوف نتحدث عليه هو تسجيل في كنوبس عندما تقدم الوثائق لكنوبس وتسجل في كنوبس تحصل على بطاقة يعني بأنك قد تسجلت في كنوبس وعندما تحصل على هذه البطاقة تستعمل المعلومات المكتوبة في هذه البطاقة هناك ارقام تكتب في هذه البطاقة تستعملها للانخراط او للتسجيل في هذا الموقع اذا هذا هو موقع كنوبس كما تلاحظون يوجد هنا في الاعلى ما يعني كما ترون في هذا الشريط الازرق ما يوجد فيها معلومات حولك اذا كانت لديك ابناء او تزوجت وغيرها ممن يستفيدون معك من كنوبس فيعني تستفيد انت من كنوبس ويمكن ان تستفيد زوجتك كذلك وابناؤك من التغطيه الصحيه كنوبس اما فيما يتعلق بالنسبه لي رومبورسم فيشرح لك ماذا يقع في هذا الموقع اذا عندما تضع ملف لدى كنوبس يكون اونغوجستري عندما يكون اونغوجستري يعني انك وضعت ملف لدى كنوبس قبل أن تضع الملف لهذا الكنوبس ما هو هذا الملف يعني عندما تذهب للطبيب تذهب إلى الطبيب ومعك ورقة ورقة كنوبس التي تأخذها من المكتبات فهي موجودة من المكتبات تذهب مكتبه وتقول له أريد ورقة كنوبس يقدمها لك وتأخذها معك عند الطبيب ويملأها الطبيب ثم تأتي بها عند الصيدلاني كذلك لكي يملأها ويوقع عليها ويضع فيها تاريخ يعني شراء الدواء وغيرها من المعلومات إذن هذه التواريخ والمعلومات التي يقدمها الطبيب والصيدلاني مهمه جدا لا يجب ان تكون خاطئه خصوصا التاريخ وغيرها من المعلومات لكي لا يرفض ملفك لانه عندما تقدم هذا الملف لكنوبس يظهر لك في هذا الموقع وهذا الموقع لكي تدخل اليه فقط تسجل في هذا الموقع بادخال المعلومات الموجوده في البطاقه التي قدمتها لك كنوبس وعندما تضع الملف في عند كنوبس يصبح اونغجيستري وبعد ايام او اسابيع يصبح اما روجيتي اذا تم رفضه يعني اذا تم رفض الملف او اون اتون دو بيس اذا كانت هناك وثائق تنقصك يعني ورقه الطبيب او اي ورقه تنقصك او بيان mise او كونترول اذا ظهر لك mise او كونترول يعني ان انهم يبحثون في الملف هل هو كامل ام لا وعندما يجدون أن الملف لا ينقصها أي شيء يصبح encore de tropement تجد في الموقع بأنه مكتوب encore de وعندما تصل إلى مرحلة encore de في غالب الأحيان يعني يقومون بتقديم أو ب يعني المراحل الأخرى التي تأتي لدى كنوبس لكي يصلك تعويض في حسابك البنكي ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون النوباي لسبب من الأسباب إذا ظهر بأنه هناك خطأ أو هناك شيء من الأشياء التي يمكن أن تسبب لك في رفض هذا في هذا التعويض وتذهب نوبس لكي تعرف السبب إذا بالنسبة للتعويض كما قلنا يمكن أن يكون بعد أن ذهبت إلى الطبيب وملأ لك البطاقة الخاصة بكنوبس وكذلك تأتي بجميع الوثائق أو قبل أن تذهب إلى الطبيب فمثلا اذا كانت المراه تريد ان تلد او عده ملفات اخرى كعمليه جرح وغيرها هناك من يقوم ببريز اون كما يظهر لنا هنا في الاعلى بريز اون يعني تطلب من كنوبس ان يعني بان زوجتك مثلا تريد ان تلد وتريد ان تعوضك مثلا عوض ان تدفع ثمن في الكلينيك مثلا تدفع 4000 4000 درهم في الكلينيك مثلا تذهب الى الكلينيك وانت معك بريزون شارج يعني طلبت بريزون شارج من من كنوبس وعندما تذهب للكلينيك لكي تلد زوجتك ففقط تقدم لهم عوض 4000 درهم 400 درهم فقط هناك بعض المصحات يعني التي تتكلف بالبريزون شارج فقط انت تذهب للمصحه وتخبرهم بان لديك كنوبس تقدم لهم بطاقه كنوبس وهم من يتكلفون بجميع المراحل الاخرى وتقدم فقط 400 درهم كما قلنا عوض 4000 درهم وتتابع ملفك حتى تقوم كنوبس بتقديم باقي يعني التعويض للمصحه ولكن هناك بعض المصحات التي تقول لك بانه يجب ان تقدم لها شيك وهذه هذا الشيك يعني غير قانوني ولكن هناك من المصحات من يطلبه رغم انه غير قانوني لكي تضمن بانها سوف تحصل على مالها من كنوبس اذا بريزون شارج يكون قبل الذهاب الى الكلينيك يعني تذهب الى كنوبس وتعمل بريزون شارج سواء للولاده او العمليات او غيرها من الاشياء اما بالنسبه لي يعني بالنسبه لي مثلا اذا قدمت لي ملف لكنوبس كما قلنا فتلك الملاحظات التي تحدثنا عليها هنا تاتي تجدها هنا لكن هنا نجد فقط الملفات الموجودة في السنتين الماضيتين فقط فلا يعني الملفات الموجودة منذ ثلاث سنوات لا تظهر هنا لأنه سوف سوف تكون قد تم تعويضها ولا يمكن لملف ان يصل الى ثلاث سنوات الا في الحالات الخاصة اذا هنا تجد جميع الملفات وتجد امامها ملاحظات هل يعني الملف وصل الى كنوبس هل تنقصه وثائق وعدة اشياء اخرى وعندما يصبح يعني الملف بيي فبعد اسبوع او اسبوعين تجد التعويض المقدم من طرف كنوبس في حسابك البنكي اذا هناك عده اشياء اخرى يجب ان تعرفها على كنوبس فمثلا هناك ما في ما سيتوياسيون الموجوده في الاول لا اريد الدخول اليها لان توجد فيها معلومات شخصيه يعني يوجد فيها الاسم اسمك انت وكذلك يوجد فيها اسم زوجتك وتاريخ زيادها و وعدة معلومات حول الزوجة وهل يعني تم فتح إذا وجدت ضغوة أوفيغ يعني للزوجة والابن أو الأبناء كذلك إذا كان لديك أبناء ضغوة أوفيغ يعني بأنهم يمكن أن يستفيدوا من تعويضات كنوبس لكن إذا لم ليس هناك ضغوة أوفيغ يعني ينقصك شيء في ملف الزوجة أو الأبناء عندما يزداد لديك ابن فتذهب لكنوبس وتقدم ملف الابن وبعض الوثائق وتذهب كذلك إلى سهم أسورانس لكي يقدموا لك يعني ألف درهم تقدم بالنسبة للأطفال الذين ازدادوا يعني زيادة عادية أما بالنسبة للولادة القيصرية فيقدمون في ألفين درهم للطفل إذن هذه هذه منحة تقدم عند الولادة ومنها يعني عندما تقدم لك هذه المنحة تسجل أبنائك في نفس الوقت في كنوبس وسهام لان ساهمت بعمل لمؤسسه محمد السادس هذه خاصه بالنسبه للاساتذه اذا بالنسبه للمعلومات الاخرى المهمه التي يجب ان تعرفها والتي يسال عنها الكثير تجد ان الكثير من يعني من يقدمون ملفاتهم فهي تستغرق في بعض الاحيان شهر الى شهرين حتى يعتقد الشخص بانه لا لن يعوض في هذه الملفات ولكن فقط يجب عليك ان تتبع ملفاتك في هذا الموقع وسوف تعرف بانها يعني فقط هل هناك وثائق تنقصك ام ان الملف فقط في طور التحليل والبحث لكي لك اموالك وعندما يصل يعني الى باي يعني تم يعني صرف تعويضاتك ولكن لا تصل في نفس الوقت الذي يقول فيه هذا الموقع بان باي بل بعد اسبوع او اسبوعين لا اكثر اذا ما لدي اي سؤال اخر فليطرحه في التعليق ولا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر زر جيم والاشتراك في القناه اذا كنتم اول مره تزوروا قناتنا وكذلك مشاهده الفيديوهات السابقه الموجوده في القناه التي تتحدث حول نفس الموضوع او مواضيع اخرى مهمه والى فيديو اخر ان شاء الله